السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا متابعي قناه الزراعه فوق الاسطح، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بالف خير وسعاده. طبعا عايز اقول لكم ان انا متضايق جدا، يعني انا بقالي كتير جدا وليا بدل القناه 2 و3 تمام، واللي ما اعرفش انا ممكن احط لكم الروابط تمام. عمري ما بصيت التفاعل مال، لا انا التفاعل معلومه، يعني انا ما قدمتش معلومه انا مش عايز منكم اي شيء غير اللي انتم يعني لو ما بقدمش ماده يبقى خلاص انا شخص تافه فاشل تمام. النوعيه من نوعيه الفيديوهات اللي تقلل قيمه الواحد انا احنا ما بنعملهاش، يعني طول عمري بسمع وبشوف فيديوهات يا جماعه انا لو رقاصه هتتفاعلوا معايا، يا جماعه احنا لو بنهين نفسنا على التيك توك او اليوتيوب تمام هنلاقي تفاعل. مش هي الماده، يعني مش الماده اللي انا اطلع لكم بلبس ارجوز تمام عشان الناس تتفاعل معايا، عشان الناس تحن عليا مثلا، لا انا حابب ان انا اقدم لك معلومه. فلما يجي لي عدد مشاهدات بدون كومنت بدون لايك بدون اي حاجه او احس ان مفيش مشتركين، انت اتفرجت على الفيديو عجبك خلاص مفيش مشكله، ما عجبكش طبعا ليزا سامحوني يعني تمام، ما عجبكش خلاص انت ممكن تعمل القناه بلوك تمام. ولا انا الشخص اللي بقول لك انتظر الجزء الثاني، او انا اجيب شويه حبوب واقول لك طريقه زراعه الجرجير، صح كده؟ مش بيعملوا كده في الفيديوهات؟ طريقه زراعه الجرجير، اجيب الجرجير اجيب قصريه فاضيه تمام، واروح جاي حاطط فيها التربه واحط عليها شويه البذور تمام، واقول لك انتظر مفيش اي حاجه جدا. المشكله بقى والاصعب ان انت تلاقي عندهم تفاعل وعاش يا نجم وحط وطريقه زراعه اللفت، طريقه زراعه انت اي فيديو بتتفرج عليه ملوش اي جزء تاني، اي جزء تاني ده يعني التجربه الاولى نجحت وتعالوا نشوف التجربه الثانيه. زرعنا الملوخيه ومع احترامي ليكم من يوم من اول يوم ده ليها خمس اجزاء، الخمس اجزاء دول عشان خاطر المراحل، المراحل دي نزلت مش كل شهر بنزل لكم فيديو، لا ده انا استنيت على مدار فتره النمو بتاعها وانا بجردها كده كنت بوريكم الفيديو. يا جماعه لازما 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 نقدر اللي يستحق التقدير، ما ينفعش ما ينفعش نتجاهل فيديو تمام. ياما قلت لكم لو انا الفيديو بتاعي مش نافع معاكم او الفيديو بتاعي مش فعال تمام، قولوا لي اغير من اسلوب، اغير من الماده اللي انا شغال بيها تمام او شغال عليها. الزراعه وحشه مفيش اي مشكله، بدانا خليكم معايا، بدانا من قصريه، ها فاكرين دي؟ ايوه دي نبتة العطر، عارفين نبتة العطر يا ولاد؟ ايوه قسما بالله زارعها قدامكم في الجزء بتاع نبتة العطر كان العود لا يقل عن 15 سم، قسما بالله هي دي، قسما بالله هي دي. بص حواليها كام شكلة، بص هي قد ايه اهي متسلقة ازاي، بصوا اللبلاب عندنا بدل العود 2 و3 حلقة اللبلاب ال 11 عقلة في مكانهم لسه ما اتغيروش شغالين والله اهو، شايفين اللبلاب اهو، فاكرين ها الرجل الفلسطيني والرجل الفرنساوي، ها نزلنا مليون فيديو عن شرح كل حاجه، عايزين نجمل الاسطح، عايزين نعمل البلكونات، عايزين نعمل الخير فوق، عايزين نجمل بلدنا تبقى جميله، يعني يبقى من فوق سطح كل واحد كده جنه على الارض، بلدك كبيرة، بلدك عظيمة، عظمها بقى، كبرها، خلي شكلها حلو، مش عشش وخلاص. أنا لو عشتي زي حاطط فيها يعني مربي فيها جاموس ودهنتها من بره بقت جنة بالنسبة لي. تمام؟ بقت جنة بالنسبة لي، كل واحد يجمل فوق سطح بيته تلاقي المكان الله أكبر عليه. أهو أهو فاكرين؟ القبعة المكسيكية فاكرين؟ أهي ولادها أهو أهو هو ده اللي احنا بنعمله، تطوير، طور، كبر اهو، شايفين اهو، قسما بالله كل دي كانت شتلات وعلى يدكم انتوا، على يدكم انتوا الشتله كنت احطها في قلبي القصريه واوريها لكم مره واثنين وثلاثه، ليه؟ عشان نكبر من نفسنا. انما انت تعدي مرور الكرام كده يعني يا راجل، قدر اللي واقف، قدر باللي بينزل الفيديو، والله قسما بالله انا ما مستني ربح، قسما بالله انا ما مستني ربح، وحياه رسول الله انا ما مستني ربح. عارفين ايه يا جماعه حكايه الربح دي؟ بعد كام مشترك؟
بعد كام الف مشاهدة بعد انت الفيديو بيبقى مليون مشاهدة ما بياخدش عادي يعني. تمام اهو الفلفل مش لازقينه يا جماعة زي ما في ناس كتير قوي قوي بتلزق الفلفل قسما بالله اهو اهو الفل اهو اهو ده ايه يا جماعة ده ايه كانت لب دي لو الحتفة دي وقعت كده كانت اتفكت ده مش ملزوق ده تمام اعذروني والله والله قسما بالله انا اتفرجت على فيديو لناس بتعمل الزراعة يعني انا دخلت قلت له يا جماعة هو فين الفيديو التاني يعني فين الجزء التاني هو انت بتقول لي هات شوية تربة حط فيهم شوية بذور كده خلاص يعني كده نجحت الزراعة مفيش بقى اضرار مفيش يعني خلاص والله اللسان خلص يعني سكت لوحده والله انا مش عارف اهو فاكرين يا جماعه فاكرين عارفين ايه دول شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر شايفين عارفين ايه دول لطيفه من البذره قسما بالله ثلاث شهور بعمل بذره عشان خاطر اطلع لكم 30 شتله بدل ما بتروح تجيب الشتله في 20 جنيه بقول لك هات ورده هتعمل بيها 30 40 شتله زارع 30 شتله اهو 30 حبايه 30 بذره طلعوا وعندي فيه لا كل عن 300 واحده تانيين عادي كبر اهو انا دلوقتي لما انزل اقول لك اصل انا نقلت الزرعه بتاعتي في قلب البرميل طب ما الزرعه ماتت قول لحضرتك بقى المخاطر من نقل النبات في موعد غير موعده اكلمك باللغه العربيه عادي في يعني انا حابب اقول لكم كل عام وانتم بألف خير ويا رب سنه سعيده عليكم وعلينا تمام وحابب ابشركم النبته دي بعد زهره تانية وهتطلع تاني وهناخد البذور نعمر بيها نكبر بيها ونجمل بيوتنا صح القبعة المكسيكية أمة القاضي من نبتة واحدة شايفين من زهرة واحدة والله بقى عندنا لا يقل عن 30 شتلة كل ده بفضل الله تعالى تمام اهو شايفين المنظر بالله عليكم تخيلوا كده شوية آثار صغيرة كده ها فوق سطح بيتك فوق بلكونتك شايفين التمدد اهو الفلفل يا رب تكونوا شايفينه اهو الفلفل يا جماعة زرعت الفلفل من البذور من البذور ازاي اخاف على شتلتي كل ده هتلاقيه موجود بس ما بعملش جزء تاني صح ما برقص صح ثلاث ارباع الفيديوهات هو عمليه انضباط احنا لازم ننضبط في حياتنا ننضبط في زراعتنا ننضبط في تجميل بيتنا تمام دي حياتنا وده بيتنا جمل بقى على قد ما تقدر في الاخير بأسف ليكوا حقكوا عليا بأسف ليكوا حقكوا عليا ودمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله.